شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. داعين الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا فأنى تؤفكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وإلى الله ترجع الأمور.
لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والله الذي أرسل الرياح
يثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة
العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من أنثى
الشيخ الهلباوي. ختمت هذه التلاوة بهذه الجملة. بدأ القارئ بحمد الله وبالاعتراف بأنه فاطر السماوات والأرض، مصورها وبارئها. بدأ القارئ بحمد الله حيث أن الله تبارك وتعالى له الحمد وله الشكر وله الثناء الجميل.